بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى مكرم، بنكمل مع بعض كورسنا إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن درس جديد، هنتكلم عن المونتاج. إيه هو المونتاج في الفوتوشوب؟ مونتاج الفوتوشوب غير طبعا المونتاج بتاع الفيديو، بس حاجة شكلها اللي هي الفاينل بتاعي، اللي هو أنا خلصت التصميمات بتاعي كلها فبمنتجها أو بجهزها للطباعة. طب إزاي ده؟ لازم في الاول قبل لما اجي اتكلم عن المونتاج لازم ابقى عارف مقاسات الورق ايه اللي هشتغل عليه. اول حاجة طبعا لازم اعرف ان اكبر مقاس في الورق ممكن اشتغل عليه بشتغل على متر في 70، 100 سنتي في 70 سنتي. والمتر و70 دول منهم بقدر بقى اقسم اي مقاس انا عايزه، بس في مقاسات ستاندر. يعني متر في 70 ده اسمه مقاس الفرخ، عندي 50 في 70 قاس بسميه مقاس النص فرخ، عندي 50 في 35 ده مقاس بسميه مقاس ربع فرخ، عندي 24 في 35 ده مقاس بسميه مقاس التمن. اي مقاس من دول بقدر اشتغل عليه. في مقاسات تانية، في مقاسات تانية بس انت اللي بتعملها، يعني حسب متطلبات شغلك، لان زي ما قلت لكم ان شغلة الدعاية والاعلان دي هي شغلة حسابية في الاول وفي الاخر، شغل حسابات. انا بحسب دي مقاسها 10 سنتي مثلا والمساحة عندي 20 سنتي، يبقى المساحة دي هتاخد من التصميم بتاعي 2، او هيبقوا 2 موجودين، تبقى 10 و10 هيديني المساحة بتاعت 20 سنتي. فهي شغل المونتاج ده كله مسائل حسابية. تمام، طيب تعالوا كده نمنتج على مقاس ربع فرخ اللي احنا لسه قايلينه. هنشتغل على 50 في، هو المفروض 35. تمام، بس في حاجة لازم اخد بالي منها لما اجي اشتغل مونتاج، ان في حاجة اسمها البنسة بتاعة المكنة. البنسة دي اللي بتبقى في المكنة، اللي بتمسك الورقة او اللي بتسحب الورقة عشان تدخلها للطباعة جوه المكنة. البنسة دي بس بلها 1 سنتي، يعني بشتغل على مقاس 50 في 34. نفس ال1 سنتي ده بسيبه مع المتر في 70 ومع كل المقاسات. لازم اعمل حساب البنسة بتاعتي، علشان انا لو حطيت بنفس الحجم بتاع الورقة، البنسة لما هتيجي تمسك مكان ما هتمسك هتبوظ التصميمات اللي موجودة، لان هيبقى فيها فراغ او خط ابيض مكان البنسة، فبالتالي شغلي هيطلع بايظ ومش كويس. تمام، طيب احنا قلنا هنشتغل على الربع فرخ مقاس 50 في 34، طبعا شغال بالسنتي. الريزولوشن بتاعي 300. الكالر مود بتاعي طبعا سي ام واي كي، طالما شغل طباعة، وبعدين بقول له انتر. طيب انا كده فتحت مساحة العمل بتاعي ال50 في 34. فين بقى الشغل بتاعي؟ انا مثلا عندي الشغل بتاع الكارت ده، انا خلصت ديزاين الكارت ده. ناس بتقول لي انا بعد ما بخلص التصميم بوديه المطبعة ازاي؟ انت قدامك حل من اتنين، يا اما انت تمنتج شغلك زي ما احنا هنعمل دلوقتي، وده طبعا لازم يبقى عندك شغل يكفي المساحة اللي انت هتطبع عليها او المساحة اللي انت هتمنتج فيها، يا اما لو ما عندك شيء ممكن تودي التصميم بتاعك بامتداد جي بي جي، او توديه فوتوشوب ومتفلتن او بي اس دي متفلتن. طبعا بفلتنه ازاي؟ بروح على قائمة لاير، بفتح القائمة دي بلاقي حاجة اسمها فلتن ايمج، بفلتنه بخليه كله صورة واحدة، وبعد كده بعمل سيف از وبحفظ نسخة جديدة من الكارت، ومنساش ارجع كنترول زد، اما ممكن اعمله تيف. المهم اهم حاجة عندي ان انا لما باجي اودي الشغل بتاعي اوديه سي ام واي كي، هو ده اللي هيفرق معايا، انما الامتداد ممكن يتغير عادي مفيش اي مشكلة. تمام، طيب نرجع تاني لموضوعنا. انا خلصت التصميم بتاعي، عايز انقله بقى هنا. طبعا لما حاجة انقله كده مش هينفع انقله، علشان هو مش متفلتن، فبضطر اقوم اعمل فلتن واقوم ساحب التصميم بتاعي واقفل ده، اقوله خلاص مش عايزك انت بقى. انا عندي مقاس الكارت بتاعي زي ما قلنا في الدرس بتاع تصميم الكروت، بيبقى 5 في 9. تمام، طيب 5 في 9
لما هاجي احطها، انا عندي هنا المساحة بتاعي 50 في 34، 5 في 9. لما هاجي منتج هحط الخمسة بتاعي في مع الخمسين، يعني لما هاجي امنتج هنا الخمسين بتاعي، لما هاجي امنتج هقوم كنترول تي وعامل روتيت 90 درجة للتصميم بتاعي، وهبدأ ارصه عادي خالص كده. خش بالزوم، ممكن واسحب بالجايد بتاعي. طبعا الجايد انا عايز اغير لونه، دبل كليك على المسطرة، بروح على الجايد وبختار اللون اللي يناسبني. تمام، انا كده حطيت اول كارت. بفتح بقية الكروت والتصميمات اللي عندي وببدأ ارصها جنب بعض. عايز اكون شغلي دقيق اكتر، بشتغل بالجايد بتاعي. خلي 5 سنتي. تمام كده 5 سنتي، وبعدين بعمل بالجايد تاني 10 سنتي علشان الكارت اللي بعده، علشان ما فيش عشان ما يحصلش عندي ان كارت يركب فوق كارت او ما يبقاش مظبوط. فبالتالي الجايد بتاعي بتحكم لي التصميمات بتاعي اكتر. بنفس الاسلوب ده 15، وبكمل بقية الكروت بتاعي. ده لو انا بمنتج كروت. طيب لو انا عندي حاجة تانية عايز اضيفها مع الكروت، برضو نفس الموضوع، بعمل فلتن وبسحب المقاس بتاعي وبحطه مع الفصلة بتاعي او المونتاج بتاعي. ممكن اخلي دي اللون الاسود عشان يبان معايا وانا بمنتج. اقفل دي، وهكذا بفضل بقى ايه ارتب الشغل بتاعي، اشوف انسب تقسيمه له. زي ما قلت لك هي عملية حسابية، بشوف الانسب مقاس وبشتغله. يعني مثلا هدي، بحاول ايه وانا شغال دايما احاول اوفر مساحات عندي علشان ما يهدرش معايا في الورق. يعني بحاول ان انا ايه اقيسها بالسنتي، اللي هي كذا زائد كذا هيديني كذا، هيتحط في كذا. تمام كده، هي دي فكرة شغل المونتاج. زي ما انتم شايفين امر بسيط خالص، يعني ابسط مما تتخيلوا. هي الحكاية كلها مسألة تعود. طيب في حاجة تانية ممكن امنتجها، او في نوع تاني من المونتاج ادلت كل ده. انا عندي نفس المساحة دي، اشيل الجايد اشيل ده. انا عندي حاجة اسمها تصميمات التكسير، ان شاء الله هنتعرف عليها الدرس الجاي في درس تصميم العلبة ان شاء الله. تصميمات التكسير دي ما بيبقاش الشكل عندي مربع. ازاي يعني؟ ممكن الشكل يبقى دايرة، ممكن الشكل يبقى زي ما احنا شايفينه قدامنا كده. طيب الحاجات دي بتعامل معاها ازاي في المونتاج؟ هقولك بتعامل معاها بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها، بس في حاجة لازم اراعي ان التصميم بتاعي ده هيتعمل له حاجة اسمها داي كات او تكسير. طيب بشتغل عليها ازاي؟ برضو انا لحد دلوقتي مش فاهم. تمام، انا عندي المساحة الكلية بتاعت التصميم ده 24 في 24. انا لما حاجة منتج همنتج اعمل له فلتن اوكي، وبسحبه، ولما هينزل عندي في المقاس بتاعي هيبقى بالشكل ده. نخلي الباك جراوند بتاعي لونها اسمر عشان يبان. طيب انا عندي بالشكل ده. طب واحد هيقول لي فين المشكله او ايه اللي انت عايز تقوله؟ طب ما هو ده اللي احنا عملناه في التصميمات القديمه. هقول لك لا، في حاجه تخلي بالك منها قوي مع التصميمات دي او النوع ده من التصميمات. ان شايفين الباك جراوند البيضه بتاعي دي
ما تنفعش معايا في التصميم ده. قول لي ليه؟ لان طبعا هنفهم ان شاء الله ان في شغل التكسير انا بعمل حاجه اسمها تراسي او استنب التكسير. بعد ما بطبع الشغل ده بقص الجزء المربع ده وباخده على مكنه بكسر، بعمل للشكل ده كله حاجه زي سكاكين على خشب اسمها استنب التكسير، وبعد كده بكسر الشكل ده. طيب ايه المشكله؟ برضو انا مش فاهم انت عايز تقول ايه المشكله. ان ممكن وانا بكسر المكنه دي تطلع مني يمين شويه تطلع فوق شويه، فبالتالي لما هيبقى الارضيه بتاعتي لونها ابيض هيظهر معايا وهيبوظ لي الشغل بتاعي. وطبعا مفيش حد ما بيغلطش ومفيش مطابع ما بتغلطش، واكتر الغلطات في المطابع. فطب ازاي اعمل نفسي في حاجه زي دي؟ هقول لك لا، لما تروح بقى عند الديزاين بتاعك نرجع باك، اعمل حاجه مهمه قوي ان هو تروح عند الباك جراوند بتاعك. فين الباك جراوند؟ واخد اقرب درجه لون على الاطراف. يعني انا لو خدت ضغطت اي واخترت درجه اللون البني وقمت مغطي بيها الارضيه دي، لما اشيل الجايد بتاعي شايفين بقت قدامي شكلها عامله ازاي؟ واحد هيقول لي طب هي مش باينه بتاع التكسير لما هيجي يكسرها ممكن ما يشوفهاش. هقول لك لا، هقول لك ما هو في حاجه اسمها التراسي، يعني اتقله لكم شويه باللون الابيض نعمل له ستروك اكتر عشان يوضح، خلي باللون الابيض. شايفين الستروك اللي انا عملته ده؟ دي اسطمبة التكسير اللي انا هبعتها عشان تتعمل تتعمل اسطمبة. هو كده كده الراجل اللي بيطبع ملوش دعوة بأي حاجة، هو كده كده بيطبع مقاس كذا في كذا، يعني 24 في 24، وجايله اسطمبة مقاس 24 في 24 وجواها الشكل ده. فبالتالي لما احط ال 24 اللي هي الاسطمبة على نفس المقاس هيكسر لي الجزء اللي جوه اللي محطوطة فيه السكاكين. فبالتالي ان وضوح الشكل ده ما بيفرقش معاه قوي. فبالتالي لما اجي منتج بمنتج على الشكل ده في تصميمات التكسير، بسحبه كده وبمنتج عادي خالص زي ما اتعلمنا في البداية. هي دي النقطة اللي انا كنت حابب اوضحها. وطبعا بتعامل مع انواع تصميمات التكسير مع اي حاجة، سواء كروت سواء اي حاجة فيها تكسير بتعامل معاها بنفس الاسلوب. بحاول يبقى الارضية كلها بلون واحد علشان يطلع ان شاء الله الشغل بتاعي في بجودة كويسة وبجودة عالية. الى هنا ان شاء الله الدرس بتاعنا خلص، يا رب يكون درس واضح ومفيش اي حاجة فيه معقدة او صعبة. تحياتي ليكم مصطفى مكرم.